اقول قبل ما اروح للكابتن عماد النحاس تشكيل النادي الاهلي اللي هيبتدي مباراه اليوم امام اورلاندو. في حراسه المرمى محمد الشناوي، خط الظهر رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، يحيى عطيه الله، عمر كمال، في الوسط اكرم توفيق، مروان عطيه، وامام عاشور، وفي الامام رضا سليم، وطاهر محمد طاهر، وسام ابو علي. خلونا نقول لحضراتكم التشكيل مره ثانيه. التشكيل ظاهر قدامنا على الشاشه. في حراسه المرمى محمد الشناوي، خط الظهر من اليمين للشمال عمر كمال عبد الواحد، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، يحيى عطيه الله، في الوسط مروان عطيه، وامام عاشور، واكرم توفيق، وفي الامام رضا سليم، وطاهر محمد طاهر، وفي الهجوم وسام ابو علي.